بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتنا في ليبيا، شعبنا العظيم، الشعب الأبي الليبي، شعب عمر المختار، نهني باسمكم وباسم كل معارض لحكم القذافي المستبد، نهني الشعب التونسي الذي أخذ كرامته وعزته بيده، ونطلب من إخواننا في ليبيا أن يفعلوا ما فعلوه إخوانهم التونسيين، ونتمنى منهم أن يقضوا على هذا الاستبداد وأن يقفوا وقفة رجل واحد مثل ما فعلوا إخواننا في تونس، وأن يعلموا أن كل ما يفعله القذافي في بلادنا مثل إعطاء أن يعطي الشقق الآن وهي مسرحية من مسرحيات القذافي وفيلم من أفلام القذافي ما تمشيش علينا إحنا كليبيين، لازم إن إحنا ننتبه إلى هذا الحراك وإلى هذا الشيء، المرض اللي يندس ما بيننا، لازم نقف وقفة واحدة، لازم أناشد أهل ليبيا بكل المدن، بنغازي، طرابلس، المرج، درنا، الجبل الغربي، الخمس، كل مناطق ليبيا أن تقف وقفة واحدة وتخرج في الشوارع وتقول للقذافي كفاك كذب، كفاك ظلم، كفاك اغتصاب للحرية. نحن يا أخواننا نقف في الدول الأوروبية علشان أخواننا في بوسطين شهداءنا الأبرار اللي ماتوا، لا نبتغي إلا 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 من الله سبحانه وتعالى الأجر، ونتمنى منكم أن تساعدونا وتخرجوا في الشوارع وتقولوا للقذافي كفاك، كفاك ظلم، ونحن يا أخواننا معكم في كل ما تفعلونه، ونسأل الله العلي القدير أن يثبتنا وينصرنا على هذا الظالم وزبنيته الظالمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محسن محمد الغرياني، معارض لهذا الحكم الفاسد.